كيفك مريم؟ مساء الخير والسلام عليكم جميعا. Before we start this event in Arabic, I would like to thank Pupak, right? Is it the right name? The assistant of Allah Yarhamu, Professor Bashrui, for the help she did tonight with a great collection of students of Professor Bashrui. Thank you so much, all of you. And also thank you to someone who is not with us in the room, Miss Lou Cousins. She is the manager of this place, of Vienna Art Center, for accepting to host this event in short notice last Friday. Maybe I talked to her and she agreed to have this event today. So she's not here, but in the name of all of you, I really thank her for giving us this opportunity to have this event tonight. نعود إلى لغتنا العربية اللي حرصنا عليها جميعاً في ندوات مركز الحوار العربي خلال أكثر من 20 سنة. بنوفمبر حتكون 21 سنة. كان فيها الله يرحمه الدكتور سهيل بشروقي في ندوات عديدة في أمسيات عديدة. لكن المعرفة معه على الأقل لي بالنسبة لي على المستوى الشخصي سبق التجربة مركز الحوار. وما نفعله اليوم هو وفاء لإنسان وفي لي اللغة العربية وفي للثقافة العربية وفي لما هو كله يتعلق في تاريخ هذه الثقافة وحرصه كان على أن تكون مستمرة رغم كل ما تتعرض له المنطقة العربية والولايات العربية من تقسيم ومن تجزئة. الدكتور بشوي أنا أذكر كان في عنا محطة في واشنطن اسمها تلفزيون الـ ANA هذه قبل تجربة الحوار في مطلع التسعينات. كان هناك شخص اسمه محمد شرقاوي كان يقيم برنامج ثقافي معه. فأذكر أني كنت أشاهد لأنه وشاهدت الدكتور بشوي وكنت لم أعرفه شخصيا يتحدث حوالي نص ساعة في البرنامج مع محمد الشرقاوي عن جبران وعن الرابطة القلمية وعن أمور كثيرة. وأرى فجأة أن يتحدث عن مجلة الحوار وهذا الحديث قبل تأسيس مركز الحوار ليقول عن أهمية هذه المنبر الإعلامي الثقافي العربي في واشنطن ولم تكن هناك أي معرفة شخصية معه. وثم سعدت باللقاء الشخصي معه بفضل السيدة مريم قاسم السعد التي أيضا لها كان دور في تعريفه على مركز الحوار وعلى تجربة الحوار وشاهدناه معنا فيما بعد في عدة ندوات في مركز الحوار. هذا الشخص إذا كان ربما أي واحد فينا وكلنا نعرفه كنا شخصيا إذا أي شيء نريد أن نتذكر فنتذكر أولا أسلوبه قبل أن نتذكر فكره قبل أن نتذكر أي شيء آخر نتذكر أسلوبه وما كان في هذا الإنسان من أسلوب مميز يحبب الإنسان الآخر فيه دون أن تكون هناك ربما أي صلة معرفة مسبقة معه. هذا يعني من وجهة نظري أنه مهما الناس اختلفت في الفكر نجد أنه الأسلوب الصحيح يقرب الإنسان الآخر حتى لو كان في مواقع فكرية وسياسية وحتى دينية وأي مجالات أخرى. كان مميز فعلا في أسلوبه، أسلوبه الذي يجعل أي واحد فينا كان يحبه قبل أن يعرفه فكريا قبل أن يعرفه بأي مجال آخر هو عليه. هذا يعني أيضا من وجهة نظري أنه إحنا بحاجة نتعلم من هذه المدرسة. يعني هو شارك في ندوة من ندوات في مركز الحوار كان فيها إضافة له الله يرحمهم كمان الدكتور رشيد أباني والدكتور جدي سعيد وكان معهم أيضا دكتور جلوفيس مقصود والأستاذ صادق سليمان كانت تحت عنوان ماذا علمتني الحياة. فوقت شارك الدكتور بشوي في كلمة في هالموضوع نشرت الأسبوع الماضي إذا شفتوها مع خبر الوفاة الذي أرسل من الحوار. لكن كان من الأمور اللي برأيي نتعلمها من الدكتور بشروقي كما هو كان يتحدثنا عن كيف علمته الحياة أنه لا فصل بين الفكر والأسلوب. أنه ياما ناس أحيانا يكون فكرة طيب وأسلوبها سيء فنرفض الفكر والأسلوب معا يعني. وهذا أمر للأسف حادث في كثير من المنطقة العربية بكثير من الطروحات التي نجدها نظريا ممتازة وعمليا هناك عكس لهذا التطبيق. دكتور بشروقي أنا في تقديري لن يعني ذهب عنا ذهب من وجوده معنا جسديا لكن لن يذهب بما هو تركه من فكر وما هو تركه أيضا من تأثير طيب في تلاميذ في أكثر من مكان في العالم.
مما أيضا تركوا في علاقاته مع أشخاص كثيرين في مواقع مختلفة، لكن كان أقل واجب الوفاء اتجاهه أن نقيم هذه الأمسية الخاصة اليوم لتكريمه. هناك أعداد يتم الآن في جامعة ميرلاند بالاتفاق مع زوجته ماري لترتيب مناسبة في جامعة ميرلاند لتكريم أيضا الدكتور سهيل بشوي، وستكون طبعا باللغة الإنجليزية. لكن نحن ما نفعل اليوم نعتبر مجموعة أحبة وأصدقاء للدكتور بشوي، ليست هي يعني مناسبة تأبين، وليست هي أيضا فقط لتكريم الدكتور بشوي كمناسبة وحيدة، ولكن أعتبرها هي نواة بداية لما هو سيلحق في مجال آخر في جامعة ميرلاند وفي أمكنة أخرى، وسنشارك فيها جميعا إن شاء الله. طبعا أنا أشكركم جميعا على الوجود معنا اليوم في هالأمسية، لكن هذا مكان خاص، يعني هاي أول مرة نلتقى فيه، فالبعض تأخر وهذا الذي سبب تأخرنا أنه نبدأ اليوم، لكن حنمشي على البرنامج اللي لازم نوقف فيه 9:30، لأنه المكان ليس لنا كما تعرفوا، نحن نستأجر هذا المكان لإقامة هذه الندوات خلال هذه الفترة المؤقتة. فحنبدأ بالترتيب الذي هو موجود كان على الخبر الدعوي، والذي سيشارك معنا فيه الأمسي، يعني في الأمسي اليوم الدكتور عرفان شهيد، الدكتور إدمون غريب، سيدة مريم عاصم السعد، الدكتور كمال خالدي ما وصل بعد، الأستاذ قاسم الوزير، الأستاذ محمد غنيم، وحنختم مع السيدة مي الريحاني. يعني هذا ما هو في برنامج أمسية اليوم، يعني الكل حاضرين باستثناء الآن الدكتور كمال خالدي، لكن حأضيف يعني على ما هو قرأته كأسماء اتصال مع السيدة ماري ومع بنته للسهيل، بنته للدكتور سهيل نادية، هما موجودتان الاثنتين يعني الاثنان في أوهايو، وكانت الجنازة يوم الجمعة الماضي في أوهايو، فاتفقت معهم يعني على أنه نعمل اتصال هاتفي لنسمع منها كلمتين. حنعمل هذا الشيء لاحقا، وأيضا يفترض الدكتور بلوبيس مقصود نسمع منه كلمتين كمان على التليفون، لأنه هو في المستشفى كما تعرف يعالج، وكان بده أن يكون معنا اليوم. وهناك أيضا كلمتين صغيرتين من أستاذ صادق سليمان بحق الدكتور سهيل بشوي، أيضا سأقرأهم لاحقا. حنبدأ بالبرنامج كما هو، وحنبدأ مع الدكتور عرفان شهيد الذي هو أيضا غني عن التعريف، وهو يخدم اللغة العربية كما عرفناه في كل هذه العقود الماضية وليس فقط السنوات الماضية. تفضل. أشكر أستاذ صبحي على هذا إقامة هذه الحفلة لتكريم سهيل، ولا أجد خيرا مما قاله شوقي في حافظ إبراهيم الذي كان أصغر سنا منه في رثائه: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء، لكن سبقت وكل طول سلامة قدر وكل منية بقضاء. وأريد أن أعتذر على أن صوتي لا يسمح لي بالإنشاد. قال الشاعر العربي في مثل هذا الموطن: اليوم أصبحت لا شمسي ولا قمري، من ذا يغني على عود بلا وتر. لقد أصبت بشيء من اللارنجايتس، فأرجو أن أكون مسموعا. سهيل كان صديقي في غضون 50 سنة، وكانت هنالك أوجه شبه كثيرة بيننا. هو من مواليد الناصرة، ناصرة الجليل التي كانت أولى المدن الثلاثة المسيحية للدين المسيحي، وهي الناصرة وبيت لحم القدس. وكان والده ما يدعى قائم مقام الناصرة لواء الجليل، وكانت الأسرتان أسرتنا وأسرته في اتصال دائم، حتى أن زوجته اسمها ماري وزوجتي اسمها ماري. ولكن لم أعرفه كثيرا وأنا في الناصرة، ولكن تعرفت عليه بشكل عميق في 60s من القرن الماضي عندما أصبح أستاذا في الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد جذبني فيه أن وجه الشبه مطابقة أوجه الشبه في بيننا، فهو من أنصار الأدب والتاريخ.
ولا أدل على فراسة أهله عندما سموه سهيل، ولم يعرفوا أنه سيكون عالما كبيرا ولامعا في موضوعه، لأن كلمة سهيل هي اسم ألمع ثاني نجم في السماء أو في الفلك بعد الشمس. وكان رهين المحبسين أبو العلاء المعري يغنى بذكر اسمه، وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخرقان، ثم يصل يطلب مني أن أنشن البيتين التي بعدهما، لأنه كان يحب ما كنا نقول جهارة اللغة العربية، وأنها قسم لا يتجزأ من الأثر الفني للبيت. وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. وليس أدل على فهم سهيل لما أراد أن يقوم به في حياته، هي اكتشاف أن الشاعر الإيرلندي الشهير ويليام باتلر ييتس، والشاعر أيضا المؤلف الكبير جبران خليل جبران، انطباق شخصيتهما وما كان من مؤلفاتهم، فكان يؤمنان بعالمية الدين وأن البشر متساوين في كل الأشياء التي قال بها الدستور الأمريكي في الثورة الأمريكية وفي الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر. فهذا ثم رأى بثاق بصره أن الاثنان يجتمعان في كثير من الأشياء، فكان ييتس ضد الإنجليز الذين احتلوا بلاده، وكان جبران ضد العهد العثماني الذي كان ضاق به العرب حتى رفع لواء الثورة المغفور له الملك حسين. ثم ولم يحظى جبران بشيء بجائزة عالمية غير شيء بسيط من لبنان، لكن ييتس حاز على جائزة نوبل في أوائل العشرينات من القرن العشرين. أهم شيء في حياة كما أرى في حياة سهيل هي التركيز، فوكسينج، ركز على هذه المسألة واكتشف هذين المؤلفين، فكانت مهمته تعريف العالم العربي بإنجازات الشاعر الإنجليزي الإيرلندي ييتس، ثم تعريف الجبران خليل جبران بالعالم الإنجليزي يتكلم الإنجليزية، ولم يكن جبران في حاجة لهذا لأنه كان معروفا وكتب كتابه الشهير باللغة الإنجليزية، لكن الأضواء التي سلطها عليه سهيل كانت جديدة ونافذة ولامعة. حاز سهيل على كثير من التكريمات أثناء حياته، فقد حاز على جائزة السلام العالمي في نيويورك، ثم أعطته جامعة ماريلاند أحسن معلم في تلك السنة، وأعطوه أورد ما يدعى هذا. ثم ظهر وتكلم في البرلمان الأوروبي في بروسلز، ثم دعته مجلس اللوردات في إنجلترا أن يتكلم، وفعل ذلك. كل هذه الأشياء فعلها. ومن الأمور التي أشار إليها وهي أن جبران في كتابه النبي جعل نبيه اسمه المصطفى، وهو كما تعرفون اسم الرسول محمد، وله كثير من الأسماء، أحمد ومحمد والمصطفى. فهذه إشارة من نوافذ سهيل.
ذكرنا الأخ سهيل، ذكرنا الأخ صبحي أننا يجب أن نقتصد في الإقامات، ولا سأختم هذه الكلمات بمحبة سهيل للغة العربية، وكان يطلب مني أن أنشد والأشياء التي كان يحبها هي الفصحى، فقلت له إن حافظ إبراهيم كتب قصيدة جميلة عن اللغة العربية الفصحى، وجعلها امرأة تتكلم عن أن الكتاب في مصر وفي غيرها لا يستحقون أن يتزوجوا هذه البنات اللغة العربية لأنهم لا يعرفونها، فيقول: إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فإما حياة تبعث الميت في البلا وتوقظ في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقص بمماتي. وخير ما أنهي به هذه الكلمة هو ما قاله الشاعر اللبناني الشهير في رثاء شوقي: سألتنيه رثاء خذه من كبدي، لا يؤخذ الشيء إلا من مصادري. والسلام. شكرا لكم. الله يبارك فيك دكتور عرفان، نعمل إن شاء الله نستمتع دائما بما عندك غناء كبير للثقافة العربية، وأن تكون صحتك وصوتك بألف خير. شكرا لك. أدعي لي عن دكتور إدمون غريب ليساهم أيضا في هذه الموسيقى. تفضل يا دكتور إدمون. طبعا دكتور عرفان شهيد أستاذ بجامعة جورج تاون لسنوات عديدة، وهو الآن منغمس في إعداد كتب جديدة يضيفها إلى لائحة الكتب اللي أصدرها. دكتور إدمون غريب كما تعرف هو أستاذ أيضا علوم سياسية في الجامعة الأمريكية، إضافة إلى صفات أخرى عديدة أهمها أنه نراه دائما في عدة مؤسسات إعلامية ونستفيد مما عنده دائما. تفضل يا دكتور إدمون. الاستفادة مشترك. الله يبارك فيك. مساء الخير جميعا، وبقدر ما يحزنني أن نفتقد هذا الرائد الكبير الليلة، فأنه يسعدني أن أرى كل هذه الوجوه، كل أصدقاء وطلاب وزملاء الدكتور بشروقي، وهو لأن هذا الاجتماع الليلة هو اجتماع لتذكر إنسان دوما ما احترمناه وأحببناه وأعجبنا به، شخص أعطى من قلبه وعقله وروحه لكل من عرفه وللعالم، وهو الدكتور سهيل بشروقي المعلم بامتياز، ومن القلائل مثله مثل أستاذنا الكبير الدكتور عرفان شهيد، هو قلائل الذين قدموا ما قدموه في مجال اختصاصاتهم للأدب والمعرفة وللإنسانية. الدكتور بشروقي هو رائد بكل معنى الكلمة في مجال الأدب المهجري وفي الشعر والنقد، فهم ديناميكيات الثقافة والفكر والدين وعبر عنها بامتياز في سلوكياته وكتاباته، كما لعب دورا بارزا كما ذكر الدكتور عرفان في تعريف الغرب والعالم بالتراث الثقافي والروحي للعرب وللشرق، ومن أهم ما قدمه وأنجزه كان دوره في إحياء الأدب المهجري، خاصة الأدب الجبراني الذي حمله كرسالة إلى العالم، حيث أعطى من نفسه وقدراته ومحبته للرجل الذي عرف بأنه فيلسوف الشعر. وقد انتبه الدكتور سهيل إلى أهمية تأصيل جذور هذا الأدب، الأدب المهجري، وليس فقط جبران بل الأدباء الآخرين الريحاني ونعيمة وغيرهم، وليس فقط في أمريكا فحسب بل في أوروبا ومناطق أخرى من العالم. وأسس الدكتور بشروقي ذلك الكرسي الجامع الذي كرس لأدب جبران في جامعة ماريلاند، وهو الأول من نوعه، وجلس عليه بكل كفاءة وأضفى عليه كل محبته وقدراته لهذا الرجل، ووهب حياته لنشر وإحياء ليس فقط كما قلت أدب جبران بل الأدب المهجري ككل في كتاباته وتدريسه لأدباء هذه المدرسة. وكما يقول المثل الإنجليزي أن المؤسسات هي ظل الرجال،
ونحن نسير في ظل هذا الرجل وسنبقى كذلك، وكل من يقرأه ويتابعه ويتابع كتاباته سيبقى يسير في ظله. فهو أيضا بالإضافة إلى مساهماته في مجال التعليم والبحث والترجم اشتهر بأمر آخر، وهو بناء المؤسسات العلمية والبحثية. فبالإضافة إلى كرسي جبران أسس الكرسي البهائي للسلام وحل النزاعات في العالم في جامعة ماريلاند أيضا، وكان أول أستاذ شغل هذا الكرسي. كما أسس أيضا الاتحاد العالمي للدراسات الجبرانية، وهو هيئة عالمية تقع في دول مختلفة وأعضاؤه هم من الأكاديميين والباحثين والمترجمين والدارسين لأدب جبران. وقد عقدت جامعة ماريلاند تحت رعايته عدة مؤتمرات عالمية بهدف نشر أدب جبران، إضافة إلى رسومه، وللاتحاد برنامج حافل لنشر هذا الأدب، إضافة إلى منهج ببليوغرافي لجمع تراثه وأرشفته. وقد سنحت لي الفرصة قبل حوالي 3 أسابيع أن أشارك في مؤتمر لأكاديميين وباحثين وصحفيين عرب أمريكيين وعرب في مدينة شيكاغو، حيث رسل المؤتمر الفترة الأولى منه لتكريم الدكتور بشرؤي. وقد كان لي شرف المساهمة في هذا الجزء من المؤتمر، وكنا محظوظين بمشاركته عبر سكايب، وكان كما عهدنا متحدثا بارعا وبليغا ومتواضعا في شكره للذين تحدثوا عنه. وكنت قد علمت أن من بعض أصدقائه أن بصره أوشك أن يختفي، وأشرت إلى هذا الأمر في كلمتي وقلت حينئذ إن بصيرته هي باقية كما عهدناها، وينطبق عليه ما قاله لي مرة عن أستاذه الكبير طه حسين من أنه استعاض عن نور البصر بالنور الإلهي المبدل للظلام، وهو نور البصير. وأود أن أقول أن كلمات هذا المربي والكاتب والشاعر والناقد كانت دائما تنبض بالحياة والمحبة والانفتاح، كما كانت كتاباته ومحاضراته غنية بإنجازات فكرية رسمت على مدار الزمن تاريخ الثقافة واللغة والأدب. ولذلك سيبقى سهيل منارة تنشر الإبداع في أجمل صوره وأنصع تراثه، فهو كنز فكري كبير في مجال تخصصه، وسيبقى أيضا مثل أستاذنا الكبير الدكتور عرفان نموذجا لأرفع المقاييس العلمية في البحث والدراسة. وهو مفكر عالمي درس أجيالا من الطلاب في عدة جامعات، الجامعة الأمريكية في بيروت حيث كان أول عربي يرأس قسم اللغة الإنجليزية، وجامعة أكسفورد وساوثهامبتون وماريلاند وغيرها. وكانت له مشاركات عديدة في منتديات ولقاءات دولية لعب فيها دورا بارزا في إرساء أسس السلام وإحلال الوفاق وتطوير المجتمع وتعميق الحوار بين الأديان، كما عمل على تشجيع ودعم الحوار العربي الأمريكي. ويؤمن بشرؤي بأن الأديان كلها هي فيض إلهي من ينبوع واحد، وأكد مرارا أن دين الله واحد، وأن الأديان هي مظاهر متعددة لهذه الحقيقة، وأن الحقيقة الأولية كما كانت في كتابه عن فكر عباس أفندي، وهو كتاب كان لي شرف مراجعته، ومن هذا الفكر آمن وعمل الدكتور بشرؤي لبزوغ عالم جديد يسوده العدل والمحبة والسلام، وقيام حضارة إنسانية تقوم على أساس الروحانيات والقيم والأخلاق. وكما ذكر الدكتور عرفان فقد منح العديد من الأوسمة والجوائز، ومنها جائزة هولستر لتحقيق الوفاق بين الأديان، وهي جائزة منحت لنيلسون مانديلا وللدالاي لاما. وقام أيضا كما ذكر الدكتور عرفان بالتعريف بالشاعر والأديب الإيرلندي الشهير ويليام باتلر ييتس، أحد أكبر شعراء هذا العصر وأحد أبرز شعراء الروحانيات في الغرب. وقد كرمت الحكومة الإيرلندية الدكتور سهيل بعدة أوسمة، وقام أيضا مع أحد زملائه باختيار ونشر عدد من مقالات وخطب أمير ويلز تتعلق باهتمامات الأمير بقضايا البيئة والتغيير المناخي والحوار بين الأديان. ومن الأمور التي أحزنت الدكتور سهيل كثيرا، وكنت أتحدث إليه في السنتين الماضيتين كثيرا عبر الهاتف، وكما سمعت منه خلال هذه المحادثات
كانت أعمال العنف والإرهاب والدمار الذي تشهده المنطقة التي ولد وترعرع فيها تحزنه كثيرا، كما أحزنه بروز قوى التعصب والتطرف التي دمرت وتدمر الإنسان والحجر والتراث الفكري المتنوع والعظيم لشعوب منطقتنا. وأود بسرعة أن أقول أن أول ما سمعت عن الدكتور بشرؤي كان من والدي الذي تعرف عليه في بيروت، وكان لهما اهتمام مشترك وهو جبران وأدف المهجر. وأعجب والدي بتواضعه عندئذ واهتمامه بجبران وبأدبه ولغته الإنجليزية الراقية والقوية التي قال لي أنها كانت علمية ودقيقة. وكما قال أيضا الدكتور عرفان بأنه عندما كان يتحدث عن الأدب كان يكسوها برداء عربي، وخاصة عندما يتحدث عن الشعر. والدكتور بشرؤي كان يتقن فنا آخر وهو فن الخطابة، وهو الفن الذي يجمع بين الإلقاء والحركة والوقفة والبلاغة. وقال لي صديق كنا نحضر سوية محاضرة له في جامعة ماريلاند عندما وكان صديقي يسمعه لأول مرة، قال أن هذا الرجل هو في المكان الخطأ، كان يجب أن يكون في هوليوود، كان يجب أن يكون ممثلا. وفي النهاية أود أن أقول بأن أشير إلى أن دور رفيقة دربه السيدة ماري التي ينطبق عليها المثل القائل الذي يقول وراء كل رجل عظيم امرأة، وهنا أقول أن وراء الدكتور سهيل بشرؤي كانت هناك امرأة عظيمة وهي الست ماري. وشكرا لك. شكرا لك. ست ماري أنت معنا ما هي؟ أنا معك. أيوة. طيب حط التليفون على الميكروفون لا يسمعوك الحاضرين هون وجميعهم بيسلموا عليك، تفضلي. شكرا. I am you will allow me to speak in English? Please do in any language if you like. I can start now? In yes? Italian because you are originally from Italy, right? Yes. Okay. So I want to say thank you very much for having this gathering tonight at the place which is called Al-Hiwar, which my husband loved so much and wanted very much for this Al-Hiwar to continue and grow so the world can hear about it, because that our part of the world need a lot of this work. And I want to thank you very much. If it wasn't for my husband's side, we would have attended every meeting because he was the driver. I came to the United States and did the mistake of not taking a license to drive. And that was our why we were not showing at many places unless we had a ride. So please do continue and join this Al-Hiwar, because it's important to have more voices and more voices so that part of the world will stop with whatever is going on, which is so painful. He used to ask me to put him the news every day, and I used to say, Sohel, you are not well, this is not good for you to, I want to hear, and he was in pain every minute that he heard what was going on. So please continue the good work, Mr. Sokhe Randur. God bless you. And I love you all very much, and thank you very much for being there. Thank you. Thank you. In the name of everyone here, thank you. And everyone. Thank you. Hopefully, inshallah, we'll see you in Maryland University when you set the event there. Inshallah. Thank you so inshallah. Much. And God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. بدأ الآن السيدة مريم قاسم السعد التي كانت أيضا رفيقة درب مع الدكتور سهيل بشرؤي في واشنطن، وكان لها الفضل بتعريفه على مركز الحوار. وهي أيضا إضافة لكلمتها السيدة ماري بشرؤي طلبت أنه نقرأ ما أرسله محمود شريح وتسمعوا فيه، وهو
في لبنان أرسل. عندك يا نفس الكلمة ولا؟ خليني عندي التلتين إنه هذه اللي النسخة. أوكي. رغم أن ما بعرف الخط واضح. يا أوكي. أنت شوف الأفضل. أشارككم تجربتي مع دكتور مرحوم دكتور سهيل بوشروقي الله يرحمه. هذه الصورة أيام الشباب بمركز الحوار، أول سنة بمركز الحوار، يعني هذه السنة الأولى بمركز الحوار، بعرفها من الساين لأنه هذه الساين كنا ما صرنا شهر كنا بادئين على تذكروا تاون هاوس، كانت السيدة مريم عم تقدم وقتها للدكتور سهيل، ما بعرف مين اللي كان صون، بس كانت كانت الأمسية عن جبران خليل جبران. أوكي. في مجموعة صور حلوة شوفوها هون، يعني تفضلي. وهناك لقاء مع في الميادين مع منذر، هاي بالصورة هو اللي من قام منذر اسمه منذر سليمان كمان اعتذر معكم صورة سبحان الله مسافر منه موجود معنا كتبه هو. هذه ايام الشباب للجميع، انصحكم ما تطلعوا عليها لانه حتلاقوا فرق كبير. التقيت بالدكتور سهيل بوشروقي لاول مره سنة 1972 في الجامعة الأمريكية في بيروت، عندما التحقت للمرة الثانية بهذه الجامعة ساعية للحصول على شهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي. كانت الجامعة الأمريكية آنذاك في أوج بروزها كإحدى أفضل الجامعات دولياً. كان الدكتور سهيل بوشروقي يرأس دائرة الأدب الإنجليزي التي تميزت آن ذلك بطاقم من الأساتذة والمحاضرين ذوي الأسماء اللامعة في مجالات اختصاصهم مثل داميغو للدراسات الشكسبيرية، جورج خيرالا للأدب الأمريكي، مثل جون مونرو والعلامة العملاق برنارد بلاكستون. وكان الدكتور بوشروقي يمثل كالمرجع الأول للأدب الإيرلندي الحديث، بالإضافة إلى ما دار إلى إدارة تلك الدائرة بأكملها. ازدهرت دائرة الأدب الإنجليزي في عهد الدكتور سهيل بوشروقي، ولعل الدليل الأكبر على ذلك هو نوعية الطلاب المتوافدين للالتحاق بها. أذكر من بينهم بيل بليكمور أحد كبار مراسلي الشانل 7 بالأي بي سي الأمريكية، اختفى هلأ بس، والكثيرين من أمثاله العاملين في عالم الأداب والعلوم وحتى في السياسة. تعرف الدكتور سهيل بوشروقي على اسمي، وكثيرا ما حدثني عن صداقة والدينا، والدي أحمد القاسم السعد، وهو بديع، والده كان بديع بوشروقي، كان قائم مقام بالأول، والدي كان يذكر بير السبع، لكن علمت أنه كان قائم مقام منطقة الجليل بأكملها في الناصرة، مش أيوة. وكذلك تعرف، وكثيرا ما حدثني عن صداقة والدينا عن أخي رياض الذي تتلمذ مثله في مدرسة سين جورج في القدس، ثم وبعد الهجرة في بريطانيا رياض ذهب إلى كامبريدج وهو إلى أكسفورد إلى آخره. المهم أنه من أحاديثنا هذه استخلصت أن الدكتور سهيل بوشروقي هو من مواليد الناصرة، نفس مكان مولدي، مولد والدتي من قبلي ومن جدودي قبلها. شعرت بالقربة، فبدأت نفسي تتقبل ما يمليه علينا أستاذنا الكبير من علم ومعرفة بشوق مشحون بالآمال ويطوق إلى الإنجاز، وما زال هذا الشوق يمتلكني. بالإضافة إلى تعمقنا في دراسة أوكيسي ييتس وجيمس جويس، كان الدكتور بوشروقي يحاضر في موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو أصول البحث والكتابة، فأطلعنا على تقنيات آداب وأخلاقيات استخدام المراجع والمقولات والتعريف بآراء وكلمات الآخرين أو استخدامها.
أود أن أشدد هنا على كلمة أخلاقيات، إذ أنه بالإضافة إلى كون أجواء هذه الكلمة تهيمن على أعماله كافة، فهي رسمت صورته في أذهاننا بالوجه الذي عرفناه فيه، سواء كان ذلك كأستاذ، كصديق، كإنسان متنور، أو كعالم متميز. مجرد إنسان، فرد تطغي على ساعاته وأيامه محبة تغذي كل ما هو إيجابي وتنادي بالحق والعدل وعالم أفضل. عالم عربي أفضل. أفلا نلحظ نبرة المحبة تنبض في كل كلمة عربية نطقها؟ أنا كنت أشعر بذلك. المحبة والسلام، هذه هي رؤية الدكتور سهيل بشرؤي بعيوني. رافقت تلك الرؤية وتلك المحبة فقيدنا طيلة حياته. فضل استدامة هذه الرؤية مهما اختلفت الظروف، ودون أي شك يعود لماري زوجته الفاضلة التي عرفناها منذ تلك الأيام في الجامعة، فطالما كانت تستضيف صف الدكتور بشرؤي في حديقة منزلهم في برمانة، وتقدم لنا الشاي والحلوى، وننعم بجمال الطبيعة ونفرح على ابنتهما نادية، وطبعا نبحث بالمواضيع الأكاديمية المطروحة. كطلاب رأينا في الدكتور بشرؤي ومعاملته لنا، رأينا فيه شخصا معطاء في معرفته، مخلصا في صداقته، نبيلا في التزاماته، وموفيا في وعوده. التقينا مرة أخرى هنا في أمريكا في جامعة ماريلاند. في هذه المرحلة رأيت أن في أعمال جبران خليل جبران، رأيت أن أعمال جبران خليل جبران باتت المنفذ لتنشيط رؤيا أستاذنا الكبير مجددا، فأبدع في نتاجه في هذه المرحلة مهرجانات على أنواعها، مهرجانات دولية، مهرجانات محلية عن جبران، عن الريحاني، عن لا سوسيتي إيماجينير. هذه تؤمن كانت حضرتها، هذه سوسيتي إيماجينير تؤمن بأن الفنانين والأدباء هم النخبة في العالم عالميا. أتى الكثير منهم من أوروبا، هذا كان قبل سقوط جدار ألمانيا برلين. يؤمن أن الأدباء والشعراء هم النخبة وعليهم عمل على تحسين العالم. على كل حال، لا سوسيتي جينيرال مؤلفات ومقالات نتاج غزير للغاية، أبهرتنا يا أستاذنا الكبير. محليا كان الدكتور بشرؤي كريما في عطائه، استجاب لدعواتنا للمحاضرة في الأليف غاليري مثلا، في الحوار أو في الرابطة الأدبية التي الدكتور شهيد بيتذكر، التي اشترك في اختار اسمها. نعم، كانت صورة الدكتور بشرؤي تنمو عالميا وإنجازاته تتضاعف، ولكن ماذا عن رؤياه؟ أشعر أن رؤياه في الآونة الأخيرة من حياته قد نمت إنسانيا. نعم، الأدب والإنجاز الأدبي، ولكن ماذا عن التقهقر الحضاري؟ لماذا؟ ما هو العلاج؟ أرى أن رؤياه اكتسبت وجها إنسانيا منبعها ومصدرها الاحترام الكامل للخلق البشري وسموه، السمو الوجود البشري. تركنا مع هذه الرؤية
وآخر كلماته، الكلمات ما زالت على هاتف النقال هنا، على هاتفها، كانت إلى لقاء قريب. كان ذلك على عيد الفطر، عايد العائلة وترك لي كلمة: إلى لقاء قريب. في عالم لا مكان ولا زمان، إلى لقاء قريب يا أستاذنا النبيل. شكرا. عندي كلمة محمود الشريح، وهو زميل، هو كاتب وشاعر وصديق للدكتور بشرؤي، كان معنا في الجامعة، إلا أنني لم أقابله إلا في مرحلة متأخرة من حياتي. أرسل لي بكلمة كي أقرأها، فأقرأها عنه وآمل أن أحسن القراءة لأنه خطه شوي مرسوم، مرسوم. وحد بين طلابه وزملائه الأساتذة حين كان رئيسا للدائرة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية في بيروت، فكان أول عربي يشغل هذا المنصب الأكاديمي من الستينات وحتى الثمانينيات. التقيت به في أكتوبر 1971 واختلفت إلى محاضراته عن جبران والريحاني وييتس حتى 1975، وبقينا على اتصال حيث حللنا. ثم دعاني إلى جامعة ماريلاند كوليدج بارك في 2011 للمحاضرة عن الريحاني، وإلى شيكاغو في أيلول 2014 للمشاركة في مؤتمر العرب الأمريكيين للثقافة والتراث. ولطالما عرفته كان عطوفا وسخيا وحنونا، وكان علامة وبحاثة دون أن يفتقر إلى روح دعابة وبسمة دائمة. وعلى مدى 44 عاما كان قدوة لي في مقولة الوحدة في التنوع تحت خانة الصلح العمومي، تماما كما كان في سفره الجامع المانع عن عباس أفندي حامل الرسالة البهائية. عباس أفندي في الشرق هو عبد البهاء في الغرب، فأنار فكره العالمين كما بهر سهيل بشرؤي بصوته المشرق والشرق والغرب. خطه سيء جدا يعني ما عم بقدر اقرا منيح، عم تقدر تعيد. في مسكنه في مونتوفيردي في جبل لبنان افسح لنا مع قارنته المعطاءة ماري وابنته الرقيقة نادية، وكانت طفلة وهي اليوم قرينة جيمس مالاركي الذي نقل تراث العرب إلى الإنجليزية بإشراف فقيدنا. ولا عجب أن يبدع أحفاده الثلاثة في الفنون والآداب، وأن يرتقي أحدهم فيعتلي مسرح الجلوب في لندن، ترسيخا لمبدأ الأصل محتد والعرق دساس، واعترافا بأن سهيل بشرؤي باق فينا جميعا. محمود شريح، في 6 سبتمبر 2015 تقرأ كلمته نيابة عنه الشاعرة مريم قاسم السعد. وهذا ما فعلنا بطلب منه ومن شكرا جزيلا سيدة مريم. ومعي على الخط الدكتور بلوفيس مقصود، أرجو أن تكون معي دكتور بلوفيس. أنت معي دكتور؟ أوكي، الجميع يسمعك، فنحن بانتظار نسمع منك أيضا بهالمناسبة الحزينة السعيدة بنفس الوقت أنه عم نكرم فقيدنا الأستاذ سهيل بشوي. تفضل، الجميع يسمعك. نعم، الجميع يسمعك عمول الآن، تفضل. نعم،
دكتور بلوفيس نحن معك تفضل. يا غريب سهيل بشوري عمنا ولكن يبقى داخل في ذاتنا. سهيل بشوري العالم والمعلم والعلم، هذا الإنسان الذي يبدو بسيطا لأنه خال من العقد، لأنه هذا الغياب عن العقد أنه فهم العالم بما يجب أن يكون عليه العالم فسعى نحو هذه المبتغى من أجل أن يكون العالم متعدد ولكن ضمن إطار وحدة إنسانية. لهكذا مع زين الزين الأستاذ الآخر في الجامعة الأمريكية حاول سوية ومستقلة عن بعضهم البعض أن يعمموا الفكر الإنساني المسالم ولكن غير المستسلم للتعقيدات القاتلة فتصدوا لها في حياتهم في علمهم إثناء استبدادهم، وكانوا موفقين وكانوا مدارس في حياة الأمة وحياة العالم، لم يكن محصورا في إطار وطنه ولا إطار جنسيته ولا إطار بيئته، بل كان إنسانا تفاعل مع كل من ساهم في القيم الإنسانية التي نشاهد الكثير منها في أيامنا الحاضرة والتي ساهم فيها. دراسته لجبران خليل جبران كان اكتشافا عن التجاوب والتناغم بين جبران وبين ما كان هو يمثل ويعتقد، فدرس عنه واختبره وعرف كيفية أنه لم يكن يريد التعدد بل التنوع. التعدد يؤدي إلى الانشقاق وإلى التكاثر، بينما التنوع يؤدي إلى إصرار، والتنوع يؤدي إلى اختزال التباينات في الحضارات والأفكار والفنون والسياسة. وبالتالي أدرك أن التنوع يجب أن يكون الرديف للتعدد وأن يكون مصحة للتعدد. كان شاعرا، كان أديبا، كان عالما، كان ينفر إلى أصدقائه بشكل محب، كان إنسانا طيبا، وأنا أقول بالطيبا أنه كان يتنازل كلما أريد له أن يتعرف، وبالتالي وظف هذا ما يسمى الانخياط الكبير لأن يكون أكثر إدراكا وأكثر استيعابا للتطورات الحاصلة في العالم والمتسارعة، فكان سيد المعرفة فيها. ولذلك يكون هو اليوم أدرك أن هناك ينبوع من المعلومات من المعارف أراد أن يدرسها، فكان بدايته في موضوع جبران خليل جبران، واليوم ينضم مع آل الريحاني في استيعاب ما كان أمين الريحاني يمثل ويمثل في ذلك الحين وما تبقى من هذا التراث الريحاني كما تراث جبران خليل جبران. فهو كان يكتشف في أمته العربية
هذه الكنوز من الأدب والفنون ويريد تعظيمها من خلال موقعه كأستاذ كبير في جامعة ملزم. وكان التبرع له السيد جورج بيرهام بأن يجعل من دراسة جبران وأمين الريحاني، ولعله كان يدرس أيضا ميخائيل النعيمي. كل ذلك دليل على إنسانية هذا الإنسان، على أنه يريد أن يخترق ما هو مجهول من أجل أن يكتشف ما هو مثير ومنير. كان سهيل المشهور بطابع علم من أعلام العروبة ومن أعلام العالم، وبذلك نحن نفتقد هذا الإنسان، ولكن لابد أن ندرس هذا الإنسان حتى نفهم في الرسالة التي قام بها والتي يجب أن تستمر. والسلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور جديد، والجميع هون يتمنوا لك الصحة والعافية، ونشوفك معنا إن شاء الله قريبا بمركز الحوار كمان. شكرا لك يا دكتور بلغة. شكرا لك، مع السلامة. عندي أيضا جتني على الإيميل من رئيس المؤتمر الشعبي بلبنان، الذي للصدفة أرسل هذه الأسبوع الماضي للتعزية بالدكتور سهيل بشروقي، فأذا بي أعزي به أمس بصديق عزيز جدا على علي كان، وعلى أيضا من يعرفه وهو الله يرحمه سمير طرابلس الذي توفي أمس. لكن قال في رسالته رئيس المؤتمر الشعبي كما شئت إلى، نسأل الله أن يتغمد الدكتور سهيل بشروقي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم ويلهم عائلته الكريمة الصبر والسلوان. نرجو نقل تعازينا لعائلة المرحوم، وتفضلوا بقبول كل مشاعر المواساة والتضامن. أيضا وجدت على الإيميل ما لفت انتباهي، موقع القوات اللبنانية في لبنان نشر بالكامل ما أرسل من مركز الحوار، وهذه نص يعني ما وضع على الانترنت: رحيل البروفيسور والأديب سهيل بشروقي بعد مسيرة من النجاحات، وأرسل يعني موجود على موقع القوات اللبنانية في لبنان، موجود النص بالكامل الذي أرسل مركز الحوار، الذي يبدأ بالقول: فقد العالم العربي والأدب العربي المهاجر والجالية العربية في أمريكا، ومركز الحوار العربي علما بارزا ورائدا مبدعا في الأدب والشعر العربي، إلى آخره، كما جاء في الخبر الذي أرسل من مركز الحوار. أيضا وجدت مقال جميل جدا لكن ما في وقت لقراءته، من هنريز غيب، كتب عن سهيل بشروقي: سيفتقده جبران والريحاني. العديد من الكتابات موجودة أونلاين لمن يريد انه يراها. خلي بس اذا ما عندك من استاذ سابق بس الاسئله، خلينا نكمل بس المجموعه اللي هي موجوده، وحنرجع نفتح المجال لمن يرغب انه يتحدث. عند الاستاذ قاسم والاستاذ محمد غنيم والسيده مي الريحاني حنختم معه. الاستاذ قاسم تعرفوه كمفكر من اليمن، لكن هو ضمنا واساسا شاعر، ويعرف معنى طبعا الكلمه التي اهتم فيها سهيل بشروقي في حياته، ويعرف بالضبط قيمة هذا الإنسان الذي افتقدناه. تفضل يا أستاذ قاسم، الذي نأمل أن نسمع منه أيضا كيف يفتقد الدكتور سهيل بشروقي. الزملاء يعرفون كل شيء عن نهاية من تجربة الحوار، وهذا شيء جميل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يموت الإنسان وتغيبه الأرض، يغيب شخصه وتبقى صورته حية ماثلة في آثاره، في فكر حي أو أدب يستعاد أو علم يستفاد أو حضور يشع بأخلاقيات لا تمحى مع الزمن أيا كان. وأحسب أن سهيل رحمه الله كان يحظى بهذه الصفات الجميعة، فكان له فكر لامع عميق حي يتجاوز عرقه ووطنه وعقيدته ليشمل الإنسانية كلها، ولكنه كان وفيا جدا كما عرفت لأصوله وتقاليده، فهو لم ينس قط أنه ابن فلسطين، ولم ينس قط
أنه ابن العروبة الحية الحضارية التي لا تتقيد بعرق ولكن تتقيد برسالة. ولم ينس قط أن إيمانه يتجاوز حدود أصولها ليكون منطلقا لمفهوم وإيمان يشمل الإنسانية كلها. ولطالما حدثني وبالتلفون أحيانا كثيرة عن الآفاق التي يرتادها بفكره ويكرر العبارات نفسها أحيانا، وهو كان ذا ثقافة عريضة عميقة عربية وإنجليزية، ولم يتخلى قط عن أصوله حتى في ملبسه وأناقته وأسلوب حديثه. وما رأيته قط يوما إلا تذكرت نبلاء أكسفورد في بداية القرن العشرين، فهو دائما في ذلك الزي الكلاسيكي المحترم ويتكلم اللغة العربية بأناقة وعمق وامتلاك لقواعدها دون تمرد على الأصول، ولكن تجديد للآفاق التي يرتادها، ومستشهدا بهذا الشعر العربي الجميل، وهو إذا تكلم بالإنجليزية يروعك منه إنجليزية أكسفوردية عميقة. ولا ننسى بأنه كان من أوائل إن لم يكن الأول من الخريجي أكسفورد يوم كانت الفرائس ترتعد لما يقال له أن هنالك إنسان سيقدم في أكسفورد للبي اتش دي أو something like that. كان رحمه الله وفيا جدا، ورغم تعارفنا القريب وتعارفنا في أمريكا إلا أنه كان إذا انقطعت عنه لم أجد أنه يوافيني بالتليفون وندخل في حوار طويل على خط التليفون. وكان وآخر اللقاء التقيت به كان في لندن صدفة، وبدأ يحدثني عن كتابه الأخير مجد العرب ويقول لي بأن هذا الكتاب سيعجبك كثيرا. فقلت له يا أستاذي أنت تعجبني أنت، فكل ما يصدر عنك يعجبني. أنت في الواقع كان لديه لغة خاصة تعكس المعاني الحقيقية التي في نفسه. هذا الرجل لما تكف معه تشعر بأنه لا يحمل حقدا أو ضغينة أو حسدا لأحد، وإنما يحمل حبا فائضا يغمر به القريب ويمتد به إلى البعيد ويدعو إلى المحبة والسلام. أنا لا أدخل في هذه الكلمة في تفاصيل حياته لأنني لا أعرفها، لم أزامله كما زامله الأساتذة الكرام، وإنما تعرفت عليه وتبادلنا الأفكار والخواطر وأعجبت به إعجابا شديدا من هذه الناحية. هذا رجل لم يحبس نفسه في قوقعة طائفته ومعتقده، ولكنه تجاوزها إلى مفهوم إنساني جعله مقبولا من كل المكونات لهذا المجتمع الإنساني، وذلك وتلك إحدى مظاهر عبقريتي اللامعة التي ستبقى والتي سنفتقد شخصه ولكن نحتفظ دائما بصورته. شيء يدعو إلى الحزن الشديد ونحن نودع هذا الصديق العزيز، وهو أنه كغيره من العشرات يموتون في المهجر القسري ولا يحظون حتى بالتراب وطنهم الذي احتضنهم وأنتجهم. وما يحزننا أن هذه الهجرة التي يموتون في ظلها ليست هجرة اختيارية بحيث أن الإنسان يختار من الأرض حيث يشاء، هذه أرض وضعها الله للأنام فليكونوا أحرارا في أن يتخذوا منها أي مكان، إنما هذه المحنة بأن معظم هؤلاء كانت هجرتهم قسرية ويموتون ولا يجدون حتى المأوى في الأرض التي أنتجتهم واحتضنتهم. فلذلك وعندما نتذكر أسماء عديدة ونجد، وأنا في الطريق ذكرت قول الشاعر العربي أن سأستمع لأستاذنا
بالاستشهاد، وقالت: ما بال دمعك جاريا لجبر ثوى بين اللوى والتكاتك. فقلت لها: إن الشجا يبعث الشجا، دعيني فهذا كله قبر مالكي. وفي هذه اللحظات الحزينة لا أدري أن نعزي أنفسنا برحيل سهيل أم نعزي الأدب الذي افتقده، أم نعزي السلوك الأخلاقي النبيل الذي مثله، أن نعزي الحضور الذي كان يمثله وهو حضور لافت. وعلى كل حال لا ندري أكان محقا إيليا أبو ماضي أم لا، وهو يقول المعزي: ليس يجدي الفتى الأسى، وقول المعزي لا يفيد ولا يغني. وسلام عليكم. شكرا يا أستاذ قاسم على هالكلمة الطيبة. عندي طبعا أستاذ محمد غنيم، وهو إعلامي عتيق جدا، هذا لا يعني بالعمر، عم بحكي عتيق جدا بخبرة الإعلام، وكان له طبعا المعرفة مع الدكتور المرحوم سهيل بشوي. لكن فضل بينما يجلس الأستاذ محمد، ذكرني الأستاذ قاسم بمقولة كان يرددها دائما الدكتور سهيل في ندوات مركز الحوار، وهي الحديث النبوي الشريف: كل خيرا أو فصمت. وعنده هذه كانت ليست فقط حديث، ولكن هي كانت أسلوب يمارسه، يعني يقول خيرا أو يصمت يعني. وهذا شيء جميل جدا نتذكره عن الدكتور سهيل بشوي. تفضل. شكرا، أسعدتم مساء، ولا أراكم الله مكروها بعزيز. أعذروني إن أطلت قليلا قليلا وليس كثيرا، لأن علاقتي بالفقيد الدكتور بشروقي كانت علاقة طويلة وذات خصوصية. أولا يشرفني الليلة أن أكون بين هذا الجمهور الكريم، ولعلني كنت سأكون سعيدا لو كان بيننا الراحل الغالي الفذ الذي نحتفي بذكراه ونرثيه، الأستاذ المعلم والمثقف والأديب الناقد الكبير الدكتور سهيل بشروقي. يذكرني طيفه الذي يسبح في خيالي بقول أمير الشعر أحمد شوقي: قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. وبقول أنا شخصيا حرفته عامدا لأحد خلفاء العرب الذي يرجح أنه هارون رشيد: من علمني حرفا كدت أكون له عابدا. لم يعلمني الدكتور سهيل بشروقي حرفا، بل علمني، وإنني لم أكن من تلاميذه ولم يسعفني الحظ بأن أكون من تلاميذه فقد فاتتني تلك الفرصة، علمني كما علم أجيالا حروفا وكلمات وعبارات وحكمة وآدابا ومفاهيم كثيرة، جعلتني أتعرف من جديد على الأقطاب والأفذاذ من أدبائنا وشعرائنا وفلاسفتنا الأقدمين من أمثال أبي العلاء والمتنبي وابن الرومي وابن سينا والفارابي، والمحدثين كجبران وشوقي ونجار قباني ونازك الملائكة ومحمود درويش وأمين الريحاني والأفغاني وطه حسين، ومن الغرب شكسبير وتشوسر وييتس وشيلي، ومن آسيا بوذا وزردشت وغاندي وطاغور وغيرهم كثير. ما رفعه إلى مرتبة الرسالة رسالة الأدب الإنساني والتآلف الديني التي آمن بها وبعطائها وتراثها الأدبي، وبشر بمعظمها بما قدم للشرق، وبشر بعظمتها بما قدم للشرق والغرب من عطاء وفير، ووضعني في منزلة التلميذ المتعطش إلى الاستزادة من علم عالم محيط جليل. وتقدير وإجلال العلم وأهله في نظري نوع من العبادة، كان موسوعة حية ومعجما حافلا ومنهلا يفيض جداول من العلم والمعرفة على من يستقي من عينه من معينه أو يحب أن يستزيد. أسعدني حسن الطالع بأول لقاء بالدكتور بشروقي قبل نصف قرن من الزمان. قابلته في لبنان في أول ستينات القرن الماضي حين جمعتنا احتفالية بذكرى جبران خليل جبران، وكان بل وظل عقودا من الزمن
حجة في تاريخ وأدب الكثيرين من الفلاسفة والمفكرين والشعراء عربا كانوا أو غربيين وعالميين، ومستشارا ثقافيا ثقة لرئيس الجمهورية اللبنانية، وأستاذا مرموقا في أحد أرقى المعاهد العلمية في العالم العربي الجامعة الأمريكية في بيروت، ورائدا في حوار الأديان. عرفت فيما قرأت من تآليفه وتراجمه كاتبا بليغا متمكنا وضليعا في اللغتين العربية والإنجليزية، ومترجما واعيا أمينا. جذبني إليه حب الاستنارة برأيه، وأنا بسبيل الانخراط في مشروع ترجمة دراسات لموسوعة بريتانيكا وكتب لمؤلفين أمريكيين بارزين في الأدب والتاريخ، فجاد بالنصيحة الخالصة. قال: الترجمة ليست مجرد نقل خطاب أو نص ما من لغة معينة إلى لغة أخرى بحذافيره وحرفيته. على المترجم أن يستشف الروح والمغزى والأنفاس التي صبها الكاتب وصاغها في أفكاره وآرائه، ثم يفرغها في اللغة الأخرى بدقة وأمانة ووضوح، يقشع ظلام الماضي ويكشف مغازي التعبير والإلماحات التي ضمنها الكاتب عباراته وسرديته. كانت تلك نصيحة طبقتها فيما استطعت قدر ما استطعت في عشرات الكتب التي ترجمت وأعداد لا تحصى من المقالات والدراسات والخطب، وكان مردودها نجاحاً معنوياً وكسباً مالياً في حياة مهنية عمادها الرئيس الترجمة والكتابة. افترقنا في بيروت يوم كان لبنان يعبر جسور الطائفية البغيضة إلى أتون حرب أهلية طويلة في أواسط السبعينات، ثم التقينا بعد 3 عقود و10,000 ميل تقريبا من نقطة افتراقنا، حين جمعنا من جديد احتفال في السفارة الأردنية في واشنطن لاستقبال العاهل الأردني الجديد الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا. وجدت الطود العلمي الذي كانه دكتور بشروقي في لبنان قد زاد علوا وسموا، وصار أستاذا ومربيا وموجها متميزا لأجيال عديدة في جامعة ماريلاند، ومديرا لمنبرين هامين في الجامعة هما الكرسي البهائي وكرسي جبران الذي صار قدسيا عالميا، عدا عن إدارته سلسلة محاضرات الريحاني كما حقق شهرة عالمية أوصلته إلى عضوية عدد من الجمعيات والمنتديات العلمية والإنسانية، وليصبح مستشاراً للأمير تشارلز ولي عهد البريطاني فيما يكتب ويخطب في مواضيع شتى هدفها إنقاذ البيئة من دمار محقق لو استمر الإنسان في إساءة استعمالها، والحفاظ على استمرار بقاء الجنس البشري. وكان لي حظ التعاون معه في ترجمة 3 كتب جمعت أفكار الأمير وتوجهاته. عقدان كاملاً 20 سنة منذ لقائنا أغدق فيها الدكتور بشروقي على تلاميذه وعلي الكثير من علمه، وأولاني ثقته في كثير من الأمور لدرجة أنه انتدبني كي أحاضر في طلابه في غيابه، ثم خصني بمهمة المساهمة في ترجمة العديد من كتبه ومقالاته ودراساته، وأمنني مع أنني لست بهائياً على استخراج الأبحاث والمراجع والأسناد الخاصة بكتاباته عن الدين البهائي بما في ذلك كتابا عباس أفندي ودين الله واحد. وكان ينصحني بألا أقرن اسمي بأي عمل بهائي كي لا يكفروني كما كفروا أناسا في مصر والأردن وفتكوا بكثير في إيران. ثم كتاب تراث العرب الأدبي بالإنجليزية الذي استهدف مزيدا من تعريف الغرب بتراث العرب، فهو رغم الانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل الحديثة من مرئية ومسموعة ورقمية ظل مؤمناً بأن الكتاب وحده هو القادر على سبر وكشف العمق المعرفي لا سيما الأدبي وإيصاله، متمثلاً بقول النبي الكريم: إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، وبقول كونفوشيوس: لا يمكن أن تتصفح كتاباً دون أن تتعلم شيئاً. وفي سعيه ذاك نقد وحلل وشرح الكثير من الأعمال الشعرية والأدبية، وخاصة للمهجر كأبي ماضي والريحاني وفي طليعتهم جبران الذي كان له بمثابة شاغل دائم، ولعل ماري وحدها تعرف ما إذا كان أيضا يهذي به في المنام.
ربما من منطلق إيمانه بوحدانية الخالق ودينه، حفظ الدكتور بشروقي كحفظه الألواح البهائية الكثير من آيات القرآن والإنجيل والأحاديث النبوية التي كانت طوع لسانه يستشهد بها في أحاديثنا عن الشؤون الدنيوية والروحانية وعما بين أيدينا من عمل كلما التقينا أو تخاطبنا هاتفيا وأكثر ما التقينا وتخاطبنا. وبهرني بما كان يكتنز في ذاكرته من أدب العرب لا سيما الشعري، فكان حافظة لعيونه ومستودعا لفرائد الأدب، وأدهشني وهو يحاضر ساعات طويلة دون مرجع أو ملاحظات أو نص مكتوب. لم يكن خاتمة عملنا معا الكتاب الذي جاء درة تتوج نتاجه الغزير ترانثرا الروحي الذي استغرق العمل فيه وإخراجه سنوات عديدة، وصدر أولا باللغة الإنجليزية بعنوان The Spiritual Heritage of the Humankind، وهو كما أراده أخرج كتابا عظيما في حجمه ومحتواه يدخل القارئ إلى صميم كل الأديان الكبرى مستعرضها من مجال علاقة كل منها بالآخر مع انفراده واستقلاله عن غيره، ويلبي حاجة الانفتاح الذي يبدد الكراهية والعصبية بالوعي. وجاء إسهاما فريدا في توخي تحقيق التفاهم والتآلف بين الأديان، فاتحا نافذة على كل دين وعلاقته بالسعي الإنساني في سبيل الارتقاء والسمو. وهو كتاب جامع للمواريث الدينية من بدايات التاريخ حتى الأديان المعاصرة، جدير بأن يزين رفوف المكتبات العربية والغربية. تلاقينا كثيرا في الفترة التي بدأ فيها النور يخبو في عينيه والضباب يتكاثف أمامهما ليغشي عالمه ويدخله متاهة الظلمة بالتدريج بحرمانه نعمة البصر. لم يخف التيه ولم يتهيأ بالتخويض في موجة العتمة الداهمة. قال لي: لا يهم فقدان البصر ما دامت البصيرة حية بخير، فالرؤية الصادقة ليست رؤية العين، فإنما هي البصيرة التي ترى بعين القلب والعقل. قابلته آخر مرة قبل رحيله إلى أوهايو بثلاثة أيام، وقد تحولت ماري مما كان يتندر به دائما من حارس يقظ أمين وممرضة تدير شؤون حياته وتحافظ على بقائه إلى منارة تنير بضوئها درب مسيرته. كان شديد الاعتزاز بكتاب تراثنا الروحي عندما حدثته قبل أسبوعين، إذ قال: أريد أن أحدثك بمصيره لكنني متوعك قليلا الآن، وسأدخل المستشفى غدا وسأبقى فيه 5 أيام. ثم حدثني في اليوم التالي من فراش المرض ليقول إنه متعب ولم يعلم غيري بدخوله المستشفى. كلمت رفيقة عمره ماري معربا عن قلقي عليه، فلم تنكر أن وضعه خطير. خطر لي أن قلبه الكبير الذي قالت إنه أصيب بالقصور لم يعد يتسع لمزيد من محبة البشر والتآلف والسلام والتواضع ونكران الذات والإيمان الراسخ بأن الدين السماوي واحد وإن تعددت الرسالات والمعتقدات. في آخر ساعات الأيام 5 استسلم سهيل بشروق للقدر الذي آمن به ورحل من عالم الظلام الآني إلى رحاب النور الإلهي السربدي. فقدته صديقا ومعلما ومرشدا، وسيفتقد حضوره كثيرون، لكن العزاء في أن نجم سهيل سيظل ساطعا في سماء المعارف وذكراه باقية وإرثه كنز لا يفنى. شكرا جزيلا لك يا أستاذ محمد. شكرا يا أستاذ محمد أغنام على المساهمة الطيبة. وحيكون مسك الختام الآن مع السيدة مي الريحاني التي هي معنية بشكل مباشر بما كان يفعله الدكتور بشروقي لسنوات عديدة من خلال خدمته لجبران وللريحاني، وعلى معرفة كنت معه كل هذه الفترة الطيبة. شكرا شكرا جزيلا صبحي، وشكرا على هذا الوفاء الأصيل. الله يبارك فيك أستاذ صبحي.
صعب جدا علي أن أتكلم عن دكتور سهيل بشروقي وهو غائب، وجزء مني يريد أن يرفض أنه رحل. أنا أود أن يكون معنا وأصر على هذه الإرادة، أريد أن يكون هنا جالس هنا، وصعب جدا أن أقبل أنه رحل. سأطلب من الأستاذ صبحي أن يسمح لي أن أتكلم بالإنجليزية بسبب وجود عدد كبير من تلاميذ الدكتور بشروي. So I said I will ask permission to speak in English because of the audience that exists with us that doesn't know Arabic. And those who spoke in Arabic were so incredibly eloquent. I enjoyed every word. I thank them all. But I felt there are many here who knew him extremely well, loved him dearly, who came to listen to a language they don't know just to hear his name. So I'll speak to you in English. Thank you. I knew him the first time in 1971 at AUB. He was teaching. And from the first meeting or the second one, I can't remember, I knew he's a mentor. He's not just a teacher, a professor, he's a mentor. And even though he was the friend of my father, I became his friend very early on. So from that day on, we developed a beautiful relationship of friendship. And I learned so much from him. Every time I met with him or spoke on the phone with him, the minute we finished the meeting or the phone call, I would hang up and think, what a teacher. He's basically a teacher. And I think being a teacher is maybe the most noble, most important role anybody can play. And that's who he is, a mentor and a teacher, a professor. He specialized in many things, but I think his most important specialty is to create deep, wonderful relationships, friendships. And as we were talking a little earlier, four women, we were telling each other, you know what? We know about each other from him, and we love each other because of him. He created a network of people who respected, admired, and loved each other, even without knowing each other, because that's who he is. He doesn't know except the positive. He wants to talk about the positive. He wants to highlight the positive. He wants to spread the positive. He wants the world to become more and more and more positive. That's who he was, a nucleus of positiveness, and he wanted to spread it. I can talk about him for days, but I decided, just listening to everybody, that I will highlight what I think he dedicated his life to. He dedicated his life to many, many, many things, but I'll highlight six of those. I can talk about maybe 30, but let's talk about six. One of them, he was in love with language, any language, but two in particular. But really, he was in love with words. As Shakespeare said, words, words, words. As Unsi al-Hajj said, kalimat, kalimat, kalimat. He was absolutely in love with words. But in particular in Arabic, he dealt with words. He interacted with words. He engaged with words. He dissected words. He wanted to know the origin of every word. Words were to him like a woman.
he was in love with words. And whenever we talked on the phone, often we spent 5 minutes dissecting one word. What is the origin? What is المتفرعات? What other things came out of that word? That was important to him. And he also believed that language is a vehicle of culture. That's why the Arabic language was so important to him, because he was so conscious and aware that the Arabic language is the vehicle of our very rich Arabic culture. And through it, we understand our culture better, we, the Arabs, meaning. So that's one thing that he dedicated his life to. Another notion that he dedicated his life to is the relationship between teachers and students. Students to him were unbelievably important. He knew that he can make a difference in their lives. He can have a certain role in directing their lives. He was not a passive teacher, he was a proactive teacher. He knew also that he learned from his students. He knew it was a two-way street. It wasn't a one-way. He was learning, they were learning. The act was learning between him and his students, but both of them were learning. He was a superb listener. He listened to everybody, but in particular to his students. A third notion that he dedicated his life to is the common ground among religions. He absolutely believed in that. He believed in the unity of religions. As a Baha'i, he believed that all religions are important, supreme, sacred, and linked. He knew, as many of you said, but I think Ustaz Muhammad Ghanem in particular said that, but maybe others, he knew the Quran inside out, he knew the Injil inside out, and he would quote them all the time. Anything you talk to him about, he came with an ayah min al-Quran. أنا علمني كثير عن القرآن وكنت أنا أري القرآن طبعا من الجلد للجلد ولكن تعمقت في معرفة القرآن مع بروفيسور بشوي. And he really absolutely totally believed in the common ground amongst religions. He thinks and he's right. It's the same message, absolutely the same message. Came in different times through different languages, أساليب مختلفة ولغات مختلفة ولكن الرسالة واحدة. A fourth notion that he dedicated his life to is ethics. Amazing human being when it comes to ethics. I do not think Professor Bashrui can come down from a very high level of nobility, of spirituality, of ethical understanding of the other, whoever is the other, no matter who is the other. He believed that if we acknowledge the importance of ethics, humanity will improve. Humanity might reach peace only if we acknowledge the importance of ethics, ethical behavior, ethical approaches, ethical principles, ethical relationships, relationships based on trust, and I can keep going. Whatever drives us, he used to tell me, should be ethical. A fifth notion that he totally believed in, and now you're going to all smile, I think, because you're part of that, that poets and writers and thinkers
are the best of humanity. And if they play fully their role, they will lead humanity and they will save it. He absolutely believed that poets, writers, and thinkers can save humanity. كان دايما يقول لي الشعراء والمفكرين هم الأهم في هذا العالم. And I kind of believed him, and I want to continue believing him. I don't want to lose that. Poets, writers, and thinkers will save humanity. And finally, I want to talk about a sixth notion that he dedicated his life to, and that is a global value system based on diversity. Clovis Masoud talked a little bit about that. Many of you talked about التنوعية, مش التعددية, التنوعية. And that unity can come from التنوعية, from diversity. We need to respect diversity, honor it, value it, allow it to happen the way it needs to happen. Allow ethnic groups to respect their diversity. Allow all kinds of groups to respect their diversity. However, with the vision of unity and global values. It's a difficult concept to totally dissect and understand, to unpack. But he was so eloquent about that concept and such a deep thinker about that concept. These are the six amongst many concepts that drove his life. I heard us speak about Gibran and Rihani and Adab al-Mahjar, about Yeats and Joyce, about Prince Charles. Yes, he worked for all of these people or about them, but he was led by notions and concepts that were higher order, really higher order. Thank you, shukran للجميع لحضوركم. هو معنا الليلة وسيستمر وجوده معنا. غاب فقط جسديا. حزني كبير. كان من أعز أصدقائي. كان فرد من أفراد عائلتي. حزني كبير جدا, ولكن سأستمر بسعادتي بسبب وجوده معنا وقناعتي بأنه سيستمر معنا. شكرا. شكرا لك يا سيدنا. شكرا جزيلا سيدة ماي, وطبعا شكرا كمان للعزيز الأستاذ رمزي الريحاني على وجوده معنا اليوم, لأنه هذه أمسي تخص بيت الريحاني وليست فقط معني فيها جمهور مركز الحوار ومن يحبون الدكتور سهيل. يعني أنتم برأيي أكثر الخاسرين من ذهاب الدكتور سهيل بشوي, لأنه كان يعني الكثير لعائلة الريحاني ولمن يعني يسيرون على درب أمين الريحاني فكريا وليس فقط عائليا.